مشاهدينا في الوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وبهذه المناسبة نقدم لكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الشهر تقريبا في الوطن العربي. ستشمل الدول المطلة على شرق البحر المتوسط، الدول العربية المطلة على شرق أو على حوض البحر المتوسط، تقلبات كبيرة في درجات الحرارة والأحوال الجوية. أيضا سيشهد المغرب العربي إلى حالات جوية ماطرة أحيانا تؤدي إلى تشكل السيول، وأيضا منطقة الجزيرة العربية ستشهد أيضا بعض التقلبات الجوية وبعض الأمطار، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض الجنوبية الشرقية. وأيضا في هذه الفترة تكثر المنخفضات الجوية الخماسينية، أو تتشكل بالأحرى المنخفضات الجوية الخماسينية في جنوب الجزائر، وتمر عبر الصحراء الجزائرية إلى الصحراء الليبية ومن ثم إلى مصر. هذه الأحوال الجوية الخماسينية تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الحرارة وتغيرات كبيرة في الأجواء. في مقدمة هذه المنخفضات تكون الأجواء حارة جافة مغبرة، غيوم متوسطة وعالية، وبعد مرورها يتدفق خلفها هواء أكثر برودة وأكثر رطوبة تؤدي إلى سقوط زخات من الأمطار بإذن الله. أما بالنسبة لكميات الأمطار وانحراف كميات الأمطار، نلاحظ أن هذا اللون الأصفر يمثل كمية أمطار متوقعة ستكون أقل من المعدل في شمال أفريقيا وفي الدول المغرب العربي، في بلاد الشام خاصة المناطق الشمالية سوريا لبنان شمال الأردن أيضا أعلى من المعدل هذا اللون الأخضر تقريبا، وأيضا جنوب شرق الجزيرة العربية أعلى من المعدل، لكن الجنوب الغربي بالجزيرة العربية راح يكون أقل من المعدل، وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية أقل من المعدل، لكن المنطقة الوسطى تقريبا بتكون حول المعدل، وكذلك المنطقة الجنوبية من المملكة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فبنلاحظ أن درجات الحرارة في شمال أفريقيا من منطقة الوطن العربي ستشهد درجات حرارة أعلى من المعدل، أيضا شمال الجزيرة العربية أعلى من المعدل، ووسط وشرق الجزيرة العربية ستكون وجنوبها أيضا جنوب شرق الجزيرة العربية أعلى من المعدل، لكن بلاد الشام تقريبا حول المعدل إلى أعلى من المعدل بقليل. نتمنى للجميع صياما مقبولا، كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.